أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه باقتراح بزيادة مكافأة الطلبة المبتعثين بالخارج بنسبة 25% بحسب الدولة التي يقيمون فيها. وأوضح الكندري أن الكل يعلم بالغلاء الفاحش في العالم والارتفاع غير المسبوق في التضخم عالميا في جميع الخدمات والسلع. الكل قاعد يعاني من الطلبة بسبب قلة المكافأة أو خلينا نقول الإعانة الشهرية اللي توصل لهم. فعلا طالب اليوم من الأخوة الزملاء تعاون في هذا الموضوع، والموضوع هذا أنه نقول إحنا غير مسبوق. فأيضا اليوم لازم يكون عندنا اليوم تعتبر هذه الحالة حالة استثنائية، وأن تقر هذه التقارير في اللجان بشكل سريع حتى فعلا نستطيع أن يعني نوعا ما يعني تلاحق على طلبتنا اللي برا، وفعلا يعني نقدر نوفر لهم على الاقل احتياجاتهم اليوميه. طبعا المقترح يعني انا حطيت فيه نسبه ما حددت كمبلغ، نسبه 25% على حسب كل دوله كم ياخذ مكافاه اليوم، الزياده تكون بنسبه 25%.